جددت اليابان التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بعدم اعترافها بالجمهورية الوهمية، منوهة بالدور الهام الذي يطلع به المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي التعبير عن هذا الموقف اليوم الأحد من جانب الحكومة اليابانية في شخص المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية السفير كاتسوهيكو تاكاهاشي، عشية انعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا تيغات 7 التي ستنظم في يوكوهاما ما بين 28 و 20 غشت الجاري. السفير كاتسوهيكو تاكاهاشي شدد على أن اليابان لا تعترف بالبوليزاريو، موردا أن هذا موقف ثابت وراسخ وليست لليابان أي نية لتغييره. وأعربت اليابان عن رفضها حضور جبهة بوليزاريو الانفصالية في هذا الملتقى العالمي، رغم الجهود التي يبذلها بعض مناصري هذا الكيان لتأمين مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر التنمية بإفريقيا المعروف اختصارا بتيغاد. المسؤول الياباني يرى بأنه يتعين حل هذا النزاع المفتعل بطريقة سلمية عبر نهج أسلوب الحوار بين الأطراف المعنية، وهو الموقف المعبر عنه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. هذا ومن المنتظر أن تنطلق هذه القمة اليابانية الإفريقية تيغات 7 بحضور ياباني إفريقي رفيع المستوى، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وترفض المملكة المغربية واليابانية حضور جبهة بوليزاريو الانفصالية، حيث يسعى اللوبي المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية من منظمة الاتحاد الإفريقي لتأمين مشاركة البوليزاريو الانفصالية بمؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا في نسخته السابعة، نسبة لعدم الاعتراف بها بالأمم المتحدة، حيث تسابقان الزمن لمواجهة الثنائي الداعم للجبهة الجزائر وجنوب إفريقيا. وكانت اليابان قد أعلنت عبر وزير خارجيتها تارو كونو عن رفضها لمشاركة جبهة البوليزاريو بالمؤتمر الإفريقي الياباني، مشيرة لاستفافها إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، مبدية رفضها التام لموقف مفوضية الاتحاد الإفريقي القاضي باستدعائها. وسبق للجبهة الانفصالية أن حاولت حضور هذه القمة في نسخ سابقة، غير أن اليابان منعت قياداتها من الدخول تحت مسمى الجمهورية الوهمية، ما اضطرهم لدخول القمة باسم وفد من الاتحاد الإفريقي.